استوديو الناس يستقبل آراءكم وفق المادة 38 من الدستور والخاصة بحرية التعبير، وحق الرد مكفول لكل من يرد ذكر اسمه، والقناة غير مسؤولة عن الآراء الواردة في البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهد الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا استوديو الناس. نرجع وياكم مجددا مع أهم وآخر الأخبار اللي تردنا واللي نتابعها خلال الساعات اللي مضت، مرورا بهذا اليوم واللي كانت السمة الغالبة بالتظاهرات الكبيرة اللي شهدتها بغداد والمحافظات الأخرى، بالإضافة إلى دعوات الإضراب الطلابي عن الدوام. نبدأ من خبر إطلاق سراح الناشط محمد فاضل بعد 3 أيام من اختطافه في بغداد، وبعد متابعتنا للحادث وتواصلنا مع أصدقاء محمد فاضل وتسليط الضوء على ملف اختطافه واختطاف باقي الناشطين والناشطين والمتظاهرين، تم إطلاق سراح محمد فاضل. انقطعت أخبار الناشط المدني محمد فاضل العبودي مثل ما حكينا لكم بالحلقات السابقة منذ الساعة 8 من مساء الثلاثاء الماضي بعد مغادرته ساحة التحرير عائدا إلى بيته في مدينة الصدر، تعذر الاتصال به وأغلقت هواتفه. اليوم نقول لمحمد الحمد لله على السلامة، ويبقى موضع ملاحقة الناشطين المدنيين والأساتذة مستمر، حيث تعرض البروفيسور الدكتور إبراهيم سعيد البيضاني الأمين العام للاتحاد الدولي للمؤرخين لمحاولة اغتيال بعد ملاحقته قرب منزله، وتعرض على أثر ذلك إلى جروح في الرقبة نتيجة إطلاق الرصاص. بالانتقال إلى الحدث الأبرز والأهم اللي حرك الشارع العراقي عامة وحرق أعصابه وأثار ردود أفعال عديدة وغاضبة من خلال استهداف الإعلام والصحافة، حيث تم اغتيال الصحفي العراقي أحمد عبد الصمد ومصورة صفاء غالي يوم الجمعة الماضي في سيارتهما. كانوا يغادرون ساحة الاعتصام وسط مدينة البصرة وإجوا مسلحين مجهولين وضربوهم بالرصاص، وانقتل عبد الصمد على الفور، وصفاء أصيب إصابة بالغة، بعدين توفي متأثرا بجروحه بعد ساعة من وقوع الحادث. على أثر ذلك شيع المئات من المواطنين والمتظاهرين ومحبي أحمد وصفاء جثامينهم، وبحسب مرصد الحريات الصحفية العراقي فإنه الصحفيين قتلا بالقرب من مقر قيادة الشرطة وسط البصرة. عيني عينك قتلوهم المسلحين قرب قيادة الشرطة، كانوا جو بسيارة رباعية الدفع، طبقوا يومهم قتلوهم وطلعوا. مو مدينة، غابة، الله وكيلكم عايشين بغابة. خلينا نتابع. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهادي وعملت بكتابه.
لاقت عملية اغتيال المراسل أحمد عبد الصمد ومصورة صفاء غالي ردود أفعال غاضبة في بغداد من خلال مسيرة احتجاجية للتنديد بما حدث، وكذلك بسبب الفشل في احتواء الأزمة أو المحافظة على أرواح الناس الأبرياء فيها. استنكروا أن قائد شرطة البصرة والمحافظ كانت يعني ردود أفعالهم ليست بجيدة. باطل أسعد عيداني، باطل أشيد فلي، 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 باطل قوات الصدمة، باطل قوات الصدمة، باطل أشيد فلي، باطل أشيد فلي، باطل هتك صفاء، باطل هتك يا أحمد، باطل هتك صفاء، باطل هتك يا أحمد، باطل هتك ميم أفوا، باطل هتك ميم أفوا، باطل قتل الإعلام، باطل عشيد فليح، باطل. نروح لمحافظة بابل حيث شهدت تظاهرات كبيرة بعد خطبة المرجعية اللي دعت إلى إبعاد الغرباء عن العراق في الوقت اللي أكدوا فيه على استمرارهم بالتظاهرات للمطالبة بالحقوق. خليل اسماعيل الله المرجعية ويانا، اليوم نبقى هنانا، اليوم نبقى هنانا، والله والمرجعية ويانا، المرجعية ويانا، خليل اسماعيل أولي المرجعية والله، خلي يسمع المرجعية ويانا، اليوم نبقى هنانا، اليوم نبقى هنانا، والمرجعية ويانا، المرجعية والله صوت الوطن نادانا، صوت الوطن والله، والمرجعية ويانا، ربها المرجعية ويانا، صوت الوطن. استمرت التظاهرات واستكملت من خلال تواجد المئات من المتظاهرين وتأكيدهم على تظاهراتهم السلمية، هذه المرة من محافظة ديقار. ننتقل إلى التظاهرات الطلابية في ديالة وأمام مديرية تربية المحافظة لاستكمال الإضراب عن الدوام حتى تحقيق المطالب. ننتقل إلى واسط حيث أفاد مصدر محلي بحدوث مصادمات أمام جامعة واسط بين متظاهرين وقوات أمنية أدت إلى إصابة 8 أشخاص فيما اندلعت النيران في بوابة الجامعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج. اتجهت الاتهامات إلى مجهولين ملثمين قاموا بحرق البوابة الرئيسية لجامعة واسط والاعتداء على الأساتذة التدريسيين لمنعهم من الدوام. دكتور مشرق اسمك ما اعرف شو اوصف لكم الوضع هسه بجامعه واسط. هاك شوف وين اصرخته يعني بابا، لا حول ولا قوه الا بالله، تخريب تخريب، ناس بس نريد نحافظ على الجامعة، اريد يدفلوها بالقوة، وهاي بوابة الجامعة، هاي بوابة الجامعة، بوابة الجامعة، هاد دائما النادي بيكم يا معودين تدبكوا الموضوع، الوضع خطر وجاي يخرج عن المظاهرات، جاي تخرج عن سلميتها، بس مع الأسف والله مع الأسف.
هو اقدر احكي وياك مثلا تشوف لي الوضعيه شنو هذا ذولا شنو يشبيهم؟ يعني عاجبك الوضع هذا عاجبك؟ هذا كنا خايفين من يمه. هذا مسيل دموع ما اقدر اتقدم بعد. هم مجهزين كل شيء. ها مسيل دموع بعد شوي الوضع صعب صار. شوف يعني باو علي هو هسه سبحان الله يعني ما ادري لا خلق ولا اخلاق. هذا جريمه ما يخليه. هذا جريمه هذا يمنع الدوام. شوف شلونه. الآن ننتقل إلى موضوع يخص الإشاعة اللي طلعت على حرق مدرسة الأبرار الابتدائية في محافظة ذي قار، حيث تم الترويج على إحراقها من قبل مندسين. سجل فيديو ينفي هذا الخبر ويبين أن صفوف المدارس والإدارة والحدائق وجميع المرافق العامة في المدرسة سالمة ما عدا قاعة خارجية واحدة احترقت ولم يعرف سبب الحريق، هل هو تماس كهربائي أم بفعل فاعل، بانتظار انتهاء الشرطة من التحقيق في الحادث. وكذلك طالب عدد من المتظاهرين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الدقة في نقل المعلومة قبل نشرها والكف عن اتهامهم بالحرائق المتعمدة. إدارة مدرسة الأبرار غرفة الحارس هاي إدارة المدرسة نذهب إلى متابعة جانب من تظاهرات البصرة والتي خرج فيها المئات للتأكيد على استمرار تظاهراتهم السلمية. خرجنا بساحة أم البروم إلا وأنه القوة صدمة ضربت المتظاهرين واعتقلت مجموعة من شبابنا، وإحنا هسه راجعينهم نشوف لو يطلعون ولا ما يطلعونهم. إحنا اليوم أكو رسالة هم المرجعية ودت لهم، قالت لهم كافي بعد، خلوا الشباب هو اللي يسيطر على الوضعية، كافي قتل، كافي إجرام، كافي اعتقالات. يستمر الإضراب اللي يقوم به الطلاب برغم الدعوة إلى الالتحاق بالدوام، ويستمر تأكيد الطلبة على تحقق مطالبهم بالقضاء على الفساد في أكبر مشاركة طلابية في التظاهرات الشعبية ليشهدها العراق. طلعنا من اول يوم هتفنا لا امريكا ولا ايران، مستمرين نهتف لا امريكا ولا ايران، ما نريد تتدخل فينا وسيادتنا، نريد وطن واحد متوحد. فيا شعب رسالتنا لكم، طلعوا هذا وقتكم، وقتكم على مود نلقانا وطن يساعدنا، وطن يحنينا، وطن ما يخترقون سياسته. التدخل الأجنبي والإيراني سواء الإيراني والأمريكي بالعراق، إحنا طالعين مظاهرات على مود نكون بلد مستقل خالي من الأحزاب، خالي من أي تدخل. برا برا يا سياسي. ننتقل إلى بيان نقابة معلمي واسط ردا على تهديدات قائد شرطة المحافظة، حيث دعا نقيب المعلمين تحقيق مطالب المتظاهرين، وطالب نقيب المعلمين بتأجيل الإضراب عن الدوام والالتحاق به
واستئنافه لقرب موعد الامتحانات، امتحانات نص السنة، والعودة إلى التظاهرات بعد الانتهاء منها، فيما رفض الطلبة هذه الدعوة وأكدوا على استمرار تظاهراتهم. أخواني، أما بعد أريد بث مباشر، أما بعد منذ الأيام الأولى لبدء ثورة الإصلاح، ثورة أكتوبر، كانت الكوادر التربوية بمختلف مسمياتها وقفتها الجادة والحازمة مع أبناء شعبهم في مطالبهم المشروعة ضد الظلم والفساد، وكانت نقابة المعلمين فرع واسط السباقة في إعلان الإضراب عن الدوام الرسمي لكافة المدارس المحافظة مساندة بذلك أبناء شعبها والمطالبة بتحسين الواقع التربوي والتعليمي. ونظرا لاقتراب موعد امتحانات نصف السنة وحرصنا والحرص منا على عدم الضياع سنة دراسية على التلاميذ الأعزاء، قررنا ما يلي: 1. يستأنف الدوام الرسمي لجميع المدارس، يوم الاثنين المصادف 13/1/2020، بارك الله فيك، على أن يتم مراعاة الأمور التالية. هذا ما يقولون سوفوا الثورة، وما نريد بعض الإخوان وكأنه مدرس ومعلم وما حاسب الأمور، احنا نريد الانتباه، خاطر منا أنا تنعلم مراعاة ما يلي: 1. في حالة استمرار في المماطلة والتسويف من قبل الحكومة ومجلس النواب، سيتم إعلان إضراب عام وشامل بعد نهاية امتحانات نصف السنة. نصف السنة كذا 20 يوم لحد يوم 30 كل شيء ينتهي. 2. منح الحكومة ومجلس النواب فرصة أخيرة لتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة بإجراء الانتخابات المبكرة واختيار رئيس الوزراء المستقل ومحافظ ومعاونين مستقلين ودوائر الدولة المستقلة اللي يجي عن طريق الحزب يطلع مهما يكون. دقيقة بدون سحب، دقيقة، واضح الكلام. 3. ستبقى كوادرنا التربوية مستمرة بالتوافد لساحات التظاهر وفق الآلية سيتم تحديدها بالتنسيق مع إدارات المدارس. 4. ندعو نقابة المعلمين في المحافظات العراقية لتوحيد الخطاب والضغط على الحكومة والبرلمان لتنفيذ المطالب، وبخلافه يعلن الإضراب عام وشامل بعد امتحانات نصف السنة. 4-5 توفير الحماية من القوات الأمنية، مو بس الأمنية، ومن إخواننا الموجودين في التظاهر أصحاب الدراجات، دولة ولدنا التربوية، من أجل العودة لاستئناف الدوام. وأخيرا، كنا ثقة بكوادرنا التربوية وأبناء ثورة الإصلاح ومساندتنا ومؤازرتنا حتى تحقيق المطالب المشروعة لأبناء شعبنا. في حالة إذا بقوا مصرين على قطع الدوام أو استفزاز المعلم، نطلب من إخواننا التربويين وخواتنا التربويات بعدم الحضور إلى هذه الخيمة، ممنوع حضورهم إلى هذه الخيمة، سوف تكون لنا مقاطعة كاملة. ومن الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اطلع هاي الكوادر، ما نسمح لأي تربوي يملحق.
ما نسمح لأي كادر تربوي، ما نسمح لأي كادر تربوي، ما نسمح لأي كادر تربوي يقول ما لحق، ما نسمح لأي، ما نسمح لأي قاضي، ما نسمح لأي تربوي، والمرة الأخيرة ما نسمح لأي تربوي يقول ما لحق. هذا بس دام الأخيرة والمرة الأخيرة. حتى ما يعطي سؤال واحد، حتى ما يعطي سؤال واحد. ما اسمح لاي واحد يتربون، ما اسمع استاذ، ما نسمع نجحان القلاب. هسه ايش يقول المات السنه؟ نرحب بجميع الاتصالات على برنامجنا استوديو الناس، بالتاكيد بامكانكم تشاركون عبر الارقام اللي تظهر باستمرار اسفل شاشتنا، اللي ما يقدر يتصل عن اتصال عادي الرقم نهايته 4040 بي فايبر يتصل علينا وخلوا مشاركاتكم ضمن حدود التعبير عن الرأي وفي سياق القانون المسموح به بالدستور العراقي. قبل لا ننتقل إلى موضوعنا، قبل لا ننتقل إلى الاتصالات، مثل ما تعرفون احنا ذاك الأسبوع وقفنا ويا عائلة بالديوانية بفضل رب العالمين، ثم بفضل كرار اللي وصل لنا المادة وطلع منك. الناس صارت تودي لهم فلوس، اكو ناس من الحلة تبرعت تبني لهم غرفة، شخص برع لهم بقطعة صغيرة قطعة أرض، وناس قالوا احنا راح نبنيها. اليوم اكو ناس راحوا وزاروهم وصورهم كرار، جابوا لهم ثلاجة وجابوا لهم صوبة وبعض البطانيات ومستلزمات أخرى. احنا جدا جدا ممنونين من كرار ومن الناس الطيبة الأفاضل اللي تواصلت ويانا وتواصلت ويا كرار وراحت وصلت لهم هاي المواد. أنتوا الخير كله، أنتوا العراق اللي راح يزهر ويعمر بيكم. خلينا نتابع المادة ونرجع نكمل. محمد الكبيسي، اليوم أهل النعمانية هنا يمي وصلوا لهاي العائلة، عائلة أبو عادل بالديوانية. أهل النعمانية من هنا السيد والجماعة يمون عليك كله على أبناء اللوجة. اليوم هم يمي هنا بالديوانية إن شاء الله، وصلوا العائلة أبو علي جابوا لهم مساعدات، سيارة كاملة هبل قمارة من النعمانية لما وصلت الديوانية. السيد علاء وأحمد القريشي والشباب كلهم وياي وصلوا لهاي العائلة بالديوانية، اللي عائلة أبو علي هي وفروا لهم قافلة مساعدات وصلت من نهل الحلة من نهل الكوت النعمانية إلى أهالي الديوانية لعائلة أبو علي صاحب الأطفال الثلاثة والطفل بخمسة أشهر. طبعا تحب توجه قناتك اللوجة اللي هي دائما على قناة الفقراء. نسأل الله أن يوفقهم لما فيه الخير والصلاح للفقراء، ونسأل الله أن يمدهم بالتوفيق والسداد إن شاء الله. علاء عيوني قناة الفقراء اللوجة، والله نشكرهم على هذه المبادرة ومالتهم، نشكر قناة اللوجة والله يوفقهم. أحمد القريشي، شكرا لك اول شيء، انت جهودك المبذوله، وشكرا لكاميرا قناه الفلوجه الفضائيه اللي سباقه بهاي الاحداث وهاي الفقراء والعوائل المتعففه، ونشد على ايديهم ونقول لهم ان شاء الله احنا وياكم بكلهم. شكرا ان شاء الله. اي والله شكرا، مشكور الفلوجه، نشكر القناه على المساعدات الناس التعبانه، ونشكر الكادر اللي يقوم بهاي العمليه، اخونا كرار من اهل الديوانيه، ومشكور لكم ان شاء الله. شكرا محمد الكبيسي. ويانا ابو هاشم. مرحبا ابو هاشم. رابع هاشم محمد من محافظه واسط. يا هلا بيك. اقول لك استاذ، احنا بالنسبه لنا عندنا مناشده يمكم استاذي. اي احنا سواق اسعاف. اي اي احنا بالنسبه لنا سواق الاسعاف مصنفين سواق اسعاف يعني من وزاره الصحه. زين. اي هنا صار اكو صرف للسواق الاسعاف، اعطوهم ساعات اضافيه واعطوهم اكل واعطوهم ايفاد بالنسبه لشعبه الاسعاف الفوري. اي احنا بالنسبه لنا ما انطونا اهل المراكز الصحيه، احنا مصنفين سواق اسعاف يعني. زين. انا هسه سايق اسعاف. زين.
ما شملونا في هاي القضية. هذا من تصير شغلة إحنا سواق إسعاف يعني مصنفين إسعاف ذاكم طو إحنا ما نطون المراكز طيب. الصحية وشنو أكو فرق بينكم بالتعيين بالرواتب بسلم الرواتب؟ أكو فرق من من هو يروح يتعين من هو يدرس شيء وأنت تدرس شيء؟ والله هو ماكو وإحنا مصنفين ماكو. بأمر إداري مرقم هالقد سائق إسعاف سائق إسعاف أمر إداري رقم واحد أي. هنا صرفوا ساعات إضافية المن وأكل وإفادات لهم لأنهم هم شعبة إسعاف فوري. أهلا هم إسعاف فوري بس يعني درجة ثانية محتبرين ما أعرف ليش. زين طيب شكرا. أي جردنا أنه مناشدة إن شاء الله. أبو هاشم أنا جدا أشكرك. مناشدتك إن شاء الله وصلت على الهواء مباشرة. إذا تحبون تصورون فيديو وتدزون إياه نعرضه مثل ما نعرض المواد اللي توصلنا بشكل يومي وتدللون صوروا فيديو وتدزون إياه على الفايبر وإحنا نعرضه إن شاء الله. بطرق فريدة عمد متظاهرون في البصرة وواسط وبغداد وذيقار إلى لفت أنظار العالم للاحتجاجات اللي يشهدها العراق منذ نحو شهرين أو أكثر وذلك من خلال التجمع في مركز المدينة وإنشاد أغنية هي أغنية الثورة الفرنسية بالأصل في حين عبر آخرون عن مطالبهم بالرسم والعروض المسرحية. المشاركة في التظاهرات كشفت عن مواهب الطلبة الفنية والأدبية وشجعتهم على الانضمام في المهرجانات اللي نظمت ضمن إطار المظاهرات المدنية الشعبية. هناك الكثير من الفعاليات النوعية اللي قدمها طلبة جامعة البصرة لا تنحصر بأنها تعبير احتجاجي فقط بل هي تمثل رسالة احتجاج إلى العالم المتحضر وتؤكد على أن العراقيين يسعون من خلال مظاهراتهم للوصول إلى وطن مستقر ومزدهر خالي من الفساد. هادي من كركوك مرحبا. هادي نعم حياك الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندنا مناشدة دعم المنتج الوطني. اي نصير التلفزيون بلا زحمة عليك. هادي اسمعني من التلفون. لا لا هادي نصير التلفزيون. الو تفضل مشاركتك. شكرا لك هادي. يعني رجاء نصوا التلفزيون من تخابرونا لانه راح يصير هاي المشكله. انا ما اسمعك وانت ما تسمعني ويروح حقك بالتعبير. يعني انت داخل على البرنامج حتى تعبر عن رايك معلي التلفزيون يعني ليش؟ طبعا هاي هي مشكله ازليه سبحان الله ما نخلص منها. يراد لنا ثوره ضد التلفزيون. احمد من بغداد مرحبا. احمد مرحبا. السلام عليكم. يا هلا بيك. عين الساد. يا هلا بيك تفضل. احمد مناشده. اي السجناء اللي نايمين بسجون صار سنين وما محاكمين لحد الآن. أي. المحكومين أخذوا اعترافاتهم بالإكراه وهذا ده تصير عندكم نفس الحالات بساحات الاعتصام. زين. بيأخذوهم ويأخذون منهم اعترافات على جرائم مشهودة في مناطقهم. ويبصموهم وما يدرون شنو عشان يبصموهم على راح ننقلكم على كذا ومكتفين ايديهم لورا يبصم حتى ما يشوف شنو شلون بصم. زين. وحكموهم باحكام جائره وترسوا السجون بها وهسه احنا شلون نريد ولادنا شلون نطلعهم شلون نحصلهم المواجهه بس للنساء. وليش بس للنساء؟ ابو بغداد بالناصريه يخلوه بسجن. نعم شكرا لك احمد. يبهذلون عائلته يبهذلون امه المريضه. شكرا لك احمد. عائشه من العماره مرحبا. عائشه انقطعت. هاشم مرحبا. هاشم الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ياك حسين هاشم من العماره. حسين حياك الله. حسين عالم وتهذول اخي المقطوع قوتها من العماره. اي شو صار لنا شهرين قدمنا وما اكو نتيجه على وزارة الداخلية شق الاتحادية. زين. اي والله اي. اي ما انطوكم موعد نهائي؟ لا والله ما اعطونا موعد كله ماكو كل يوم باكر وماكو لحد الان انتظروا ماكو.
اي بعد ماكو شو ننتظر من الدوله وكش ماكو المظاهرات اليوم لحد الان زين. حتى نصبوا خيام وباب زين مو يقولون حسين استجابه للمظاهرات احنا رجعنا المفسوخه عقودهم وكل من ما عنده شغل راح نشغله يعني واللي ما عنده قطعه ارض راح نعطي قطعه ارض واللي ما عنده وظيفه نعطي وظيفه رايدين بس الراتب ياخذ بس الخدمه لخدمه الشعب العراقي اي شكرا لك حسين شكرا لمشاركتك يعني صباح من النجف مرحبا صباح الو يا هلا بيك مرحبا اخوي حياك اخوي انا صباح مشكور كريمي اي محافظه النجف اي أنا وعسكري أي منتسم زين هذا صارت عندي مشاجرة ويا صاحب بالمدني ها أي بس نصيل التلفزيون صباح بلا زحمة عليك بالمدني صارت عندي مشاجرة ويا واحد من ربع من جيراننا فهذا أنا انحكمت أي تحكمنا القرار إخراج إلى مدة سنة زين من وظيفتي زين بعد السنة ماكو باب أطلب منه أراجع وأرجع لبغداد ما خليت ما أتابع اتصلت بقناتكم المحترمة أريد وصلوا صوتنا للوزارة للجسنا نعم. لأن إحنا أنا انحكمت لسنة أخراج من وظيفتي بعد دائرتي ما تفعل تردني كل ما أروح لها كتاب لبغداد كتاب لبغداد كتاب وما عرفنا شنو النتيجة ايه. ما يرجعوا نطالب منكم صوتنا توصلونا للوزير ايه. الداخلية شكرا لك شكرا صباح شكرا لمشاركتك يعني صلاح من بابل مرحبا صلاح السلام عليكم يا هلا بيك وعليكم السلام شلونك حبيبي كل الهلا انا صلاح خميس من بابل صلاح صلاح خميس من بابل تفضل صلاح قطع للاسف طبعا أنشطة الطلبة شكلت تعبيرا احتجاجيا جديدا كنا نحكي عن مواقف الطلبة الفنية والأدبية يهدف إلى رفع القيود اللي فرضتها سلطة الأحزاب المسيطرة على الحكم في البلاد ووصل رسائل هامة إلى العالم وأن المشاركة الطلابية ببدايتها كانت عفوية بشكل كبير وخاصة ثورة القمصان البيضاء اللي سموها سميت بهذا الاسم لكن بعد ذلك اتجهت إلى تنظيم مشاركات وتفعيلها وهذا يدعم الاحتجاجات مشاركة الطلبة ما اقتصرت على الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية بل أخذت جانب آخر تمثل بإقامة معارض رسم مهرجانات شعر تقديم عروض مسرحية فضلا عن تنظيم سوق خيري لدعم المتظاهرين الآن ويانا كرار من الديوانية مرحبا كرار نعم حياك الله أستاذ محمد حياك الله يا كرار وعلى كل المشاهدين قناة التلفزيون الفضائية يا هلا بك الحمد لله والشكر هاي العائلة الأول عائلة اللي هي عائلة أبو علي جاهم آثات اليوم بيت من كامل أي. من أحد المتبرعات من الفلوجة زين بالنسبة الحمد لله يعني من آثات كاملة من غرفة نوم من طباخ من أي شيء أي شيء جاهم على حسب المليم هاي وحدة جميل يعني بالنسبة للعائلة اللي أنت تأكدت أوضح أولي أنت زمتها إن شاء الله وياي أستاذ محمد أي وياك هاي العائلة اليوم الحمد لله والشكر أجت 150,000 دينار من الناصرية و 100,000 دينار من النجف قدرنا نوفر لهم أيضا آثاث بيت كاملة لهاي العائلة جميل بالإضافة إلى الفلوس دبرتوا لهم آثاث الفلوس إلى آثاث أهالي النعمانية مثل ما شفتهم في الفيديو أهالي الكوت هم أجوا أزعانين فزعة عراقية يعني نخوة بسياراتهم وبآثاتهم وغراضهم لهاي العائلة اللي متواجدة بالديوانية الحمد لله أشكر هذا اليومين أو هاي الثلاثة أيام فرق كل شيء كبير على هاي العائلة الحمد لله وما خلنا محتاجين بس رحمة الله الواسعة والهواء طبعا هذا الزود كله والفعل كله إن شاء الله لكم كقناة أنتم قصاصكم هذا الشيء الفضل لله سبحانه وتعالى وبعدين ثم الفضل إلك كرار لأنه أنت اللي حركت الموضوع انت اللي صورت انت اللي تواصلت ويانا ودزيت لنا الماده فاكيد الفضل بعد الله سبحانه وتعالى الفضل لك لانه انت رحت وسعيت وكل هذا كان بمجهود شخصي وما كان لك اي نيه انه تحصل من وراها فلوس او شيء بل كانت لله يعني احنا ما نقدر نجزيك يعني الجزاء يمر بالعالمين استاذ محمد بناحيه ال بديار اذا سمعان بيها اي ناحيه
ناحية آل بدير تقريبا جنوب الديوانية ب 60 كيلو عن الديوانية. زين. أكو طفل عمره شهرين ونص. أي. شهرين ونص يعني شهرين ونص ترى يعني 60 يوم 65 يوم. زين. هذا الطفل عنده ثلاث فتحات بظهاره. وياي. وياي. ومي براسه. زين. ومي ببطنه، دكاترة الديوانية ما يقدرون يعالجونه. يعني علاجه غالي يكلف ما يكلف جزء 10 إلى 8 مليون دينار. جابوا له أطباء الديوانية والله يقول إحنا إذا ما كشفيه 15 إلى 16 ألف دينار ما نقدر نتصرف وياه، نحطه بالشارع، أما هذا الطفل يموت هاي بعد مشكلتكم. زين. زين أنت إذا متواصل ويا أهله ما تقدر ما تقدر يخلوهم تخليهم يصورون ابنهم ويدزوا لك إياه وتوصل لنا إياه حتى نعرضه. باكر انا صبح ان شاء الله رايح على هذا الموضوع انا قلت راح اعرض على قناه الفلوجه أي. باكر صبح انا ان شاء الله رايح ناحيه هذه الديره راح اجي هنا الساعه 5 الصبح على ما يوصل لي وقت هذا اوصل له اصور لك فيديو ما يقارب الى 10 الى 15 دقيقه زين. عن حالتهم حتى اشوف مآسي هذا الطفل شنو نعم ممتاز اريد ارجع اسالك على العائله اللي بالحلقه الماضيه من دخلت ويانا وقلت لنا اكو ناس من الحلة تبرعوا لهم بقطعة أرض صغيرة وراح نبني لهم عليها شو صار على هذا الموضوع لحد الآن ما أجوا لحد ما أجوا ما أجوا ما أدري قطعة بس الحمد لله الشكر دبرت لي مالي خلنا أقول لك فتح شاي خلي قطعة أرض أجتهم أي. من غير ناس من غير ناس بعدي خير من غير ناس والله مو قطعة هي مو قطعة أرض يعني جاهم بيت كامل بس بعد ما مبني بعدنا بس توقفوا هاي السوالف يعني اذا احد المتبرعين تبرع لنا هسه بشيء ما نقدر نخليهم هم اعلى القمم ان شاء الله ان شاء الله القمم ان شاء الله اهل الخير هوايه على قناه الفلوجه الفضائيه ارتفعت شويه ان شاء الله الحمد لله اهل الخير هوايه كرار وان شاء الله بجهودك ومجهود الناس الطيبه امثالك ان شاء الله نقدر نحصل لهم على الاقل تبرع تبنوا لهم بيت صغير على قدهم يعيشون بيه عيشه كريمه محمد بالنسبه لي انا الله تبرع داخل العراق انا تمثيله انا وكتاد الشباب داخل السياره ما عندنا مالع جزاك الله الف خير كرار انا جدا اشكرك واشد على ايدك على هذه البرامج التطوعيه اللي تقوم بها لمساعده الناس من هنا ايضا نوجه نداء بانه العائله لا زالت تحتاج الى بيت لا زال اهل الخير يتوافدون ودزوا لهم مبالغ لكن هذه المبالغ يوميه احنا نحتاج نسوي لهم بيت قطعة أرض موجودة بس من أهل الخير يتبرعون حتى نقدر نكمل لهم هذا البيت ويقعدون به مؤيد مرحبا مؤيد نديالة نعم مرحبتين أستاذ شلونك حياك الله تفضل مؤيد شلونك أستاذ محمد يا هلا بيك أستاذ احنا بالنسبة للمتجاوزين ايه؟ يوميا يجون علينا تعال يشيلوا مراكز وهاي على حفلوا ايه فأطلب من حضرتك يعني فتحنا برنامج عن متجاوزين او بالغول استاذ محمد الحربوسي قال ممنوع تجاوزات من هاي بس يريد يوصلون كتب للمراكز طيب منو اللي دا يجي عليكم يقول لكم انتم متجاوزين المركز المراكز يجون علينا تعال عن طريق اي مركز اي مركز المركز يجون علينا اي مركز مركز العثمانيه ومديريه ولايه معقوبه زين طيب اي والله استاذ طيب بس يريد هاي من عندكم انا مو اتذكر من صارت التظاهرات على نفس الموضوع والناس فلشوا بيوتهم طلعت الحكومة وطلع رئيس الوزراء بوقتها عادل عبد المهدي وقال إنه إحنا توقفنا وبعد ما نفلش ولا بيت إلى أن نلقى حل هاي الأزمة ليش يجي يرجع يجي ماكو عليك ماكو حل لحد الآن كل حل ماكو يتصرف من كيف معناته كل حل ماكو بدون لحد الآن لحد الآن يجين علينا وهاي ومحكمة وشوكة تشيل وانتو كسبوع أسبوعين ويشيل على حسب الوصول طيب اذا تقدر صور لنا فيديو انا ان شاء الله اعرض لك اياه يا مؤيد شكرا جزيلا خالد من صلاح الدين مرحبا خالد السلام عليكم وعليكم السلام شلون صار محمد يا هلا بيك ان شاء الله الامور تفضل خالد انا من ناحيه العلم استاذ محمد اي تفضل يعني الاهل الجنوب يعني الحكومه تنفذ مطالبهم يعني لما تهيش نضل يعني لما تهي اي فاحنا مناشده عندنا مناشده قويه يفضلنا الازمه هذه على الحكومه يعني نعم شكرا خالد يعني ما اقل احنا مو تهجرنا وهاي بس والله كلها الاهل الجنوب يستاهلونها الاهل الجنوب
شكرا لك خالد، شكرا لمشاركتك. يعني الأساليب المبتكرة منحت المظاهرات حيوية واستدامة وحافظت على سلميتها ونالت اهتمام واستحسان الرأي العام المحلي والعالمي، لأنها أظهرت وجه حضاري وإنساني جميل لزخم الاحتجاجات اللي يشهدها العراق من أسابيع. هذه الفعاليات توحي أن الشعب العراقي يريد أن يتخلص من مرحلة مظلمة، يريد يطلع إلى النور، وهي ترسم لوحة عن مستقبل العراق إذا لم يحصل التغيير. أبو محمد من فلوجة، مرحبا أبو محمد. يا أخوي شلونك أستاذ محمد؟ يا هلا بيك أستاذ محمد. بنزع أنا بتعلم هاي المختطفين مع الرزالة شو سكتة بعد ما كل أحد يطالب بيهم. أي بركي ناشدين السياسيين ناشدهم، وإحنا همين ناشد التحالف البناء. أي يقولون بركي طلعنا إياهم، والله ملينا هاي 4 سنين والخمس سنين صار. أي ننتظر بيهم. لا يا أخوي ألف رحمة على والديك. نعم إن شاء الله. شكرا لمشاركتك ويانا يا أبو محمد. اشتراك الطلاب بالمظاهرات مو جديد على الساحة العراقية، تاريخ العراق المعاصر حافل بتفاعل طلبة الجامعات العراقية والطلبة طلبة المدارس مع الأحداث الداخلية والخارجية. المظاهرات الأخيرة خلقت نمط جديد للتفكير وهو عابر للطائفية والمناطقية، وهو ما نلاحظه في التفاعل بين أغلب أبناء المحافظات العراقية وخصوصا في ساحة التحرير. مشاركة الطلاب بالمظاهرات وفق أساليبهم الخاصة أسس لمرحلة جديدة ممكن أن تكون نوال التفكير المدني بدولة مدنية، بعدما وصلت الحركات الشبابية إلى مرحلة اليأس من الأحزاب الحاكمة الآن. خلنا ننتقل بكم إلى هذا التقرير من محافظة بابل ونتابع جانب من التظاهرات اللي شهدتها المحافظة. بحضور كبير وإقبال واسع على ساحة التظاهرة، استذكر آلاف البابليين ذكرى انطلاق التظاهرات قبل 100 يوم من الآن، حيث توجهت العوائل الحلية إلى مجسر الثورة وسط المدينة رافعين الأعلام العراقية منادين بتحقيق مطالبهم. اليوم مطالبنا تتكرر في الانتخابات المبكرة وحل البرلمان بعد أن تحققت جزء من تلك المطالب عبر استقالة رئيس الوزراء وقرار قانون الانتخابات المعدل. ساحة التظاهرة شهدت أعمالا فنية ونشاطات ثقافية وجانب لدعم الصناعة الوطنية وأعمالا تطوعية ونشاطات ثقافية أخرى. المتظاهرون أكدوا استمرارهم بالتظاهر حتى تحقيق مطالبهم. لازقين بالكرسي، ليش ما تستقيلون؟ ترى والله ما يصير هيك، ما عندكم احترام لنفسكم، يعني لو عندكم احترام ترى تستقيلون. احنا هنا صار لنا 3 أشهر لحد يحقق مطالبنا، لحد محقق لنا الشيء، شنو انتو؟ مراقبون وجدوا ان الغضب الجماهيري نتيجة طبيعية للفشل المتراكم الذي خلفته الحكومات السابقة. هي نتيجة طبيعية أن نرى مثل هذه الجموع المستبشرة خيرا والتي انتظرت طويلا، فكانت طيلة 16 سنة الماضية سنة أسوأ من سنة. كان المسار المعوج هو الذي لا محيص عنه مع شديد الأسف. هكذا احتفل البابليون بمناسبة مرور 100 يوم على انطلاق تظاهراتهم في بابل، مشاركة واسعة من قبل جميع أطياف المجتمع البابلي. من محافظة بابل عيسى العطواني، قناة الفلوجة. ويانا أبو إيفان، مرحبا أبو إيفان. أبو إيفان السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا بك، تفضل. أستاذ محمد الله يسلمك. والله أستاذ محمد أبي نسولف بخصوص يعني المظاهرات وهاي المعاناة وهاي الشهداء راحت. أي احنا المشكلة الأكثر احنا دولة ما عندنا دولة وما بيها، يعني هسه يعتدى عليك مو تروح للمركز تشتكي. المركز تدري شو يقول لي؟ المركز يقول لي روح فضها عشائريا. عشان الله شاهد، يعني هيك اخذ يعني وصلنا، يقول لك روح فضها عشائريا. لو ذاك تابع الميليشيا، لو تابع الحزب. يعني لو عندك عرف بمكتب، لو بميليشيا، لو فلان حزب فلان حزب، عم حتى نخاف نسميهم هسه بالاسامي، خاف يعرفون ويجوني. الله وكيلك ابو محمد كفيلك. اي امانه الله، لو عندك عرف
ما عندك مسجد زين. يعني احنا يعني ناس ترى طقت ارواحها وطلعت مظاهرات وجاي تستشهد، ما عندنا دوله تطلع حقك. ايه؟ انا تابع فلان حزب ياخذ حقك وياخذ ما تملك. طيب شكرا ابو يوسف. عمار من الانبار، مرحبا عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مزيز حماني بخصوص موضوع شغله الرعايه الاجتماعيه. ايه انا عندي والدتي معاقه وعندي اطفال اثنين معاقين. نعم. قدمت لها معامله اكثر من 3 مرات او 4 ما تطلع. زين. من ايش قد هاي؟ تروح لل مال الرعايه. ايش وقت قدمته؟ نعم. ايش وقت قدمته؟ قدمت قبل تقريبا 4 اشهر. ماكو رعايه عمار، انت تعرف انه هي متوقفه من 2017. مال المعاقين، العفو المعاقين، معيل لل مو رعايه. معاقة. مو رعايه. رعايه اجتماعيه يسموها معيل. اي رعايه اجتماعيه متوقفه. من 2017 متوقفه. يقول مفتوحه يعني ما اعرف. من يقول مفتوحه؟ والله كلها قالت مفتوحه وقدموا عليها مال معيل، هاي اخر شيء قبل اسبوعين. زين هسه انت اذا مفتوحه وقدمت عليها المفروض انقبلت. ماكو كل شيء، ما جاني لحد الان، لا احد قال جيب المعامله ولا احد قال روج معامله ولا احد قال جيب الرماد، وهي معاقه يعني رجلين اثنين مالتها مكسوره. زين ليش هسه يلا فكرت تقدم لها عمار؟ نعم؟ ليش هسه يلا فكرت تقدم لها على الرعايه؟ كنا ببغداد يعني هاي سالفه التاجير ومع تاجير ما رجعنا يعني كنت اعالج بيها. نعم. يعني هل العوق صار بسبب الحرب لو قديم؟ هو من الحرب يعني هو سبب السكر، ارتفاع السكر صار اقل من السكر وجديد. سبحان الله. طيب يا عمار شكرا لمشاركتك ويانا. الحديث عن التدخلات الخارجيه قد يكون غير مجدي لانه القاصي والداني يعرف حجم التدخل في القرار العراقي ومدى التاثير فيه، وقد يكون هو السبب الرئيس وراء تراجع المؤسسات الحكوميه وتخلفها في اغلب الميادين. صالح من الناصريه فايبر، مرحبا صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ محمد شلونك؟ يا اهلا وسهلا. ان شاء الله مرتاح. كل الهلا، اذا انت مرتاح احنا مرتاحين. والله انا مرتاح، انا قبل يمكن يوم الخميس اتصلت عليكم على مود العائله مال اهل الديوانيه. اي. بس انا عندي موضوع ثاني. اي. انا بالنسبه يعني موضوعي اتوجه كلام السياسيين العراقيين اذا تسمح لي. اي. يعني احنا ما يصير احنا نظل تبعيه دائما لباقي الدول. زين. زين ليه مت انا احس انا مواطن عراقي وامشي بهيبتي؟ اريد اعرف انا يعني السياسيين الموجودين هسه يعني ما جايين يشوفون الشعب ايش صاير بيه؟ طبعا انا من الناصريه وعندنا معاناه يعني ما صايره ما موجوده يختلف عن العراق كله. الله يشهد عندنا شباب راحت يعني شفتوا انتم الاوضاع. نعم. زين سياسيين عراق يعني وين طريقهم؟ خارطه طريقهم وين يريدون يوصلون بينا؟ تتوقع انه هاي التظاهرات راح تجيب نتيجه؟ يعني هي تجيب نتيجه ان شاء الله، بس احنا يعني على قولتهم فسياسيين العراق يعني لازقين بالحكم بالكرسي. زين صار لهم 16 عام. يعني انا معوق من 2010 لحد الان اريد علاج. يعني عمليتي بسيطة بس يعني ما نقدر نسوي عمليات، ما نقدر ندخل مستشفى. اي وين نروح مثل؟ يعني نعوف العراق؟ يعني عايزين اموال، عندنا نفط ما شاء الله، عندنا زراعة ما شاء الله. شكرا لك صالح. يعني شكرا لمشاركتك يعني. عمر من الانبار، مرحبا عمر. عمر ما موجود، فاطمة. نعم. حياك الله، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله حبينا نشارك يعني وياكم بس الا ماكو شيء يعني. حياك ان شاء الله تفضلي. اي والله. والله على هالمتظاهرين ان شاء الله بس يلا يشوفون خير على هالسنه الجديده. ان شاء الله. اي والله. وشفت مساعداتكم يعني للعالم. اي. اي والله وعندنا قطعه ارض ما نقدر نبنيها، قلت بس يعني من خلالكم يعني نقدر نبنيها، نقدر نسوي شيء. شكرا يا فاطمه، شكرا لمشاركتك ويانا. يعني هي المساعدات مساعدات انسانيه الناس تتبرع بيها، لما نعرض فيديو اكو ناس يعني مستحقه لبناء، مستحقه لمساعدات،
يعني احنا ما نفاتح جهات، وانما احنا ندعو عبر الشاشه، وان شاء الله ايضا يعني هذا يعني دعوتك توصل للناس الخيره ويساعدوك. احنا اللي علينا انه يعني نشوف الناس انه اكو ناس مظلومه، اكو ناس محتاجه، والناس هي وخيرها هي وضميرها. عمر من الانبار، مرحبا عمر. عمر عليكم السلام، شلونك اخي؟ شلونك؟ حياك الله، تفضل عمر. باسم راتب مال الرعايه الاجتماعيه، وانا معوق بردكي 8 بنات. اي. وقاطعينه والله باسمك سياره. اي. باسمك سياره قاطعين عنك الرعايه. اي قاطعين عنا الرعايه. زين. يعني وذا باسم سياره. اي. طيب شكرا لك عمر لمشاركتك ويانا. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم طيب المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استوديو الناس يستقبل اراءكم وفق الماده 38 من الدستور والخاصه بحريه التعبير، وحق الرد مكفول لكل من يرد ذكر اسمه، والقناه غير مسؤوله عن الاراء الوارده في البرنامج.